سامعني كده اللي هو انا اتخبطت، انا داية دي كده ده الارض. ناس تقول، حد يقول ايه ده الارض. شفت رجلي وشفت العظم اللي في رجلي. موطى هو مد جاب ايده من الارض المقطوعة وخدها معاه وحطها في كاب وكده يعني. نفسي يسألوا ليه عمل كده، ليه عملت كده يا ابني، ليه ربنا. الحمد لله. مساء الخير على كل مشاهدين صدى البلد. النهاردة احنا معاكم في حادثة مختلفة وغريبة وأول مرة نشوفها بدون أي أسباب. بلطجية طلعوا على ملك، قطعوا إيده ورجله من غير ما يعرفهم، من غير أي حاجة، من غير أي سبب. تعالوا نسمع من مالك اللي حصل بالظبط. والله يا حضرتك، هو كان يوم عادي زي أي يوم، كان عندي تمرين سباحة زي كل يوم. فأنا عادي حضرت انتتي ورحت التمرين وخلصت تمريني عادي تمام، وهزرت مع صحابي ولبست، وبعدها توضيت وصليت قدام حمام السباحة تمام، وخلصت الصلاة كانت ناقصاني ولبست الشوز وخرجت. بقى كنت خارج مع اتنين من صحابي. أيوة، فأنا كنا خارجين عندنا جيم برا. فاحنا خارجين كنا بنتمشى الكوبري المشاة، كنا عاملين حسابنا احنا نتمشى الكوبري المشاة وننزل نقابل الكوتش بتاعنا. واحنا بنتمشى الكوبري المشاة خلاص خرجت من الجيت بتاعة النادي، وما بين بقى قدام بالظبط الباركينج، قدام الباركينج بتاع النادي كان في شلة شباب واقفة. عايزين برضو نعرف ان انت ما تعرفهمش ولا ديك علاقة بيهم ولا هم حتى عضوهم. لا يعني انا مثلا حتى ما شفتهمش في الاريا بتاعة النادي قبل كده، مع اني بكون في النادي دايما، وحتى خرجت ممكن اخرج في الاريا بتاعة النادي او كده. لا انا عمري حتى ما شفتهم في النادي حاجه. طب ليها علاقه بالسباحه في الاستاد في البطوله في كده؟ لا ما شفتهمش خالص، ما اعرفهمش عادي. فعادي واخد بالي ان في شله واقفه جنبنا عادي، واحنا معديين من قدامهم. شخص جه منهم ومد ايده ويسلم عليا، فعادي مديت ايدي ماشي سلمت عليه. سلم عليك بدون سابق معرفه بدون اي حاجه، هو بيسلم عليك كده. بيقول لي متورين موبايلك، فبيقول لي ما توريني موبايلك. فماشي انا عملت اجنور لكلامه تمام، ومديت سلمت عليه. فبعد ما سلمت عليه وكده، واحد من صحابه جه وقال له ما تسيب الناس في حالها يعني، بطل مراجعه فيهم. ده صاحبه اللي من نفس الشله بتاعه البلطجيه دول، بيقول له ما كفايه بقى، ما بطل مراجعه في الناس بالظبط. فبعدها رحت انا شلت ايدي من ايديه تمام، عشان هو فضل متبت فيه اللي هو يعني خلاص انا يعني ما اعرفكش حتى عشان تسلم عليا او كده. فبعدها راح قال لي انت بتشد ايدي انا كده، مش عارف وشتم ما خدتش بالي قال لي تمام. وبعدها بقى راح طلع بقى كل اللي هيحصل بقى بعدها ده في ثواني بالظبط. فطلع بقى السلاح ده، انا طبعا ولا شفته ولا اي حاجه تمام، وما لحقتش حتى اعمل اي حاجه. فخبطني اول خبطه جت في كتفي. عامل ازاي؟ هو زي سكينة بس كبيرة طويلة، طلعوا من يعني كان شايله بنطلون كبير بقى طبعا، فهو اكيد وصل لحد تحت. هو السلاح كان طويل وكده، حتى كمان انا مشفتوش كمان برضو من ايه، هو كمان مش لونه ابيض يعني، مش لونه ابيض بس مثلا زي بتاع الافلام او كده، لا هو لونه اسود، وكمان مثلا مع الاضاءة او كده، فاهم؟ خدتش بالي منه بالظبط يعني. ممكن بالظبط انا كمان حتى مثلا لو شفت ممكن دماغي تفتكر ان دي حته حديده مثلا حاجه كده، لكن عمري ما كنت اتصور ان هو سلاح كبير كده تمام. فخبطني اول خبطه اللي هي جت في كتفي تمام، وهي جت في الشنطه يعني، هي جت في الشنطه بتاعت التمرين تمام. فهي جت في الشنطه طبعا يعني الحمد لله. تقول ان الشنطه كمان حمتك يعني؟ طبعا يعني هنا في كتفي سبع غرز، و ده بلس ان هي جت كمان في الشنطه يعني، الشنطه كمان حبيتني كتير، علشان كمان الشنطه بتاعت السباحه اللي هي الباك باك دي بتكون تقيله، علشان فيها كمان كل حاجه السباحه البورنوس وكل حاجه تمام. فاول ما اتخبطت الخبطه دي كمان ما خدتش بالي كمان من الخبطه دي في الاول، ما خدتش بالي كل ده في الزحمه على طول كده تمام. بعدها رحت انا نزلت الشنطه من على كتفي،
ورايح عليه بقى علشان كل ده فاكره خبطك مثلا بحديده بحاجه، لكن مش متخيل ان ده سلاح. اه بالظبط تمام. فانا بعدها نزلت الشنطه من على كتفي كده تمام، اللي هو زحلقتها من على كتفي اليمين وعلى كتفي الشمال كده، ورايح عليه علشان ازقه ابعده عني تمام، علشان مش هفضل واقف وعادي تمام، عادي انا رايح ازقه تمام ابعده عني. فوانا رايح ازقه ابعده عني كان بيضربني بقى الضربه الثانيه، كانت جايه من فوق، كانت جايه بكيرف كده من فوق، فهي كانت اللي هي يعني بالظبط كده. فحميت طبعا نفسي بايدي، رفعت ايدي دي كده، رفعت ايدي دي كده تمام تمام. فانا رفعت ايدي بقى دي كده اليمين، رفعت ايدي اليمين دي كده علشان هي كانت واخده كيرف، كانت ممكن مثلا بعد شهر تنزل كده او حاجه. في ثواني كده الوقت انا اتخبطت، انا داية دي كده ده على الارض، الناس تقول حد يقول ايه ده على الارض، انا ايه انا ايش اللي حصل، طب ليه، طب اسئله كتير في ثواني، الواحد لسه يعني ما عملتش لايز اللي هو انا ايه اللي حصل لي او كده. بس سندت على العربيه تمام، سندت على العربيه وقعدت اقول ان الله لو اني رجعون ان الله اني رجعون كده. شايف ايدك على الارض، طب بتقول خلاص اللي هو ما حدش هيسندني بقى في الوقت ده غير ربنا. هما جريوا، صحابه قالوا له اجري تمام، جريوا على طريق الواحات وكده، فهم جريوا وانا بقى سندت على العربيه. شايف ايدك وشايف اللي عمل كده كده بيجري بره، طبعا مش قادر اعمل له حاجه عشان برضو شايف ان انا رجلي وجعاني. راحت بقى حالا في الوقت ده في عربيه بقى جت، كانت داخله النادي، وقفت تبص تشوف في ايه وكده، هتقول لها راكبيني معاكي بعد اذنك وكده المستشفى قدام بسرعه. قالت لي معلش مش هقدر وكده، هو برضو كان في خوف ورهبه من الموضوع. بالظبط، قول لها بعد اذن حضرتك يعني ركبيني خلاص، اعتبريني زي ابني، خلينا شايفه انا بنزف ازاي هموت شايفه. فبعدها بقى وافقت، فروحت بقى على الارض ما بين الرصيف والعربيه، وطيت جبت ايدي وركبت العربيه. هو كان احساس صعب، كان احساس صعب جدا جدا جدا. انا عارف اهميه الموضوع ده تمام، انا كنت عارف الموضوع ده ممكن ياثر عليا ازاي وكده، فكنت مضطر ان انا لازم خلاص بقى لازم انا لو عليا تمام انا اروح واعمل فيه نفس اللي عمل فيا بالظبط اقتله عادي، بس دي مش هتكون طريقه وده مش انا تمام. وانا ان شاء الله هقوم واتعافى منها ومستقبلي سليم وكله كويس. ارجع بطل تاني وهنيجي نصور معاك، وانت بقى جايب لنا ميدالية دهب باذن الله في الاولمبيات الجايه، وعلى المستوى الصحي هتبقى زي الفل باذن الله، هي محتاجه بس شويه باذن الله. يعني عارفه البلاء صعب، بس يعني ده وقت. انا طبعا مش قادره اقول اي حاجه، بس يعني الحمد لله ربنا كان معانا، والحمد لله. وزي اي ام يعني قلبها وجعها قوي علشان ابنها. جالي المكالمه وانا كنت مع بنتي عند الدكتوره، وانا كنت في مصر الجديده طبعا، علشان اوصل للدريم كان حاجه بالنسبه لي صعبه جدا جدا جدا. وكل هدفي انا حاسه ان هم بيقولوا لي ان هو الموضوع مش صح، مش عايزين يقولوا لي الصراحه، ولكن كل تفكيري ان ملك الولد دوت، يعني كان ملك عارفه الولد ما بين اتنين صحاب، ما كنتش متخيله اصلا واحد ما يعرفوش هو اللي عامل فيه كده بالظبط. واول لما وصلت المستشفى وشفت مالك يعني انهارت، وقلت لاصحابه اللي كانوا معايا لازم تقولوا لي انتوا مين الولد ده، والولد ده قالوا لي ما نعرفوش. دخلت على مالك تاني وقلت له يا مالك تعرف الولد ده، مالك يعني ما بيكذبش، قال لي لا يا امي انا ما اعرفوش خالص، ولا هو عضو في النادي. فطبعا كان بالنسبه لي دي حاجه اصعب، لان انا يعني طب ليه ضربه، طب ليه عمل فيه كده. طبعا ما كنتش اعرف ان ايد مالك حصل فيها كده، انا كنت شايفه رجليه، شفت رجليه وشفت العظم اللي في رجليه. نفسي يسألوا ليه عمل كده، ليه عملت كده يا ابني، ليه ربنا يا. الحمد لله بس لا، اللفظ اللي جالي ايده اتقطعت، فطبعا يعني مش عارف بقى اتقطعت منين، صوابع من قدام من ورا، مخ الواحد طبعا بيروح ويجي بقى طبعا في حاجات كتير جدا يعني. فبتبقى لحظه طبعا صعبه جدا يعني، لما ايده اتقطعت يعني قدر ان هو يقاوم شويه في انه يحبس الدم بايده، وهما بيركبوا العربيه كان كل متخوف اللي واقف حواليه، بعض اللي واقفين حواليه تخوفوا. موطى هو مد جاب ايده من الارض المقطوعه وخدها معاه. انا عاوز اي حد يعتبر ملك ابنه، ومش عاوز حق ملك يضيع، مش عاوز حق ملك يضيع ابدا ابدا ابدا، لان لو حق ملك ضاع اللي بيحصل ده هيحصل في اولاد، في ابننا التاني واصدقاء اولادنا
وكده، فمش عايزين حق مالك يضيع. ده يعني رجائي في الإخوة المسؤولين إن هو يعني ما يضيعش حق مالك. والدة الولد اللي عمل كده في أخوك حاولوا تتواصل معاه؟ بس انا ما قلتش لحد من اهلي ان هم حاولوا يتواصلوا معايا. موبايلي كان بيرن كتير، فبالتالي رديت ولقيتها مامته. كلمت، التزمت الاحترام عشان انا متربي، عشان احنا متربيين، قدرت تكونها ام، بس عايزه تفهم. بتقولي ان انا عايزه اقابل مامتك، اتواصل مع مامتك او باباك، وابقى تحت رجليك. وبعد كده تبعت لي على الواتساب، قفلت معاها عشان قلت لها حضرتك، سالتها كام سؤال، قلت لها حضرتك ابنك بكام صباع؟ ب10 صح؟ عارفة أخويا بقى بكم صباع؟ تقولي هو متعورش في صباعه؟ لا أخويا بقى بسبع صوابع ونص، أو بسبع صوابع. ابنك اللي عمل كده في أخويا، أخويا رجليه ركبته بكسر. أخويا، أنت عارفة أخويا حصل فيه كده ولا عارفة مين اللي عمل فيه كده؟ ابنك، وما يعرفوش. إزاي 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 بتطلبي سماح إيه؟ أخويا في المستشفى، أنت بتكلميني وأخويا لسه ما شفتوش، وأخويا في العمليات ما بين حاجتين مش عايزين نقولهم. ان الولد ده ما يستاهلش كده، ده خارج من التمرين وكان مصلي كمان، كان مصلي قبل ما يخرج من التمرين. فلا لا لا ما يستاهلش، ليه عملت فيه كده؟ ما اعرفش.